يكون كده يا عم ميمي. والله انا لسه متجوز من قريب، فبدي نصيحة كده لأي حد عايز يغلط الغلطة اللي احنا غلطناها واللي انا اتجوزت بدري. بص يا ابني، انت هو اللي عايز يتجوز ما يتجوزش دلوقتي خالص، يتجوز بعد ما ياخد مدعته في الحياة كلها. آخر حاجة كويس، آخر حاجة احنا كنا بقى عقلنا، كنا بنصحى وبنشرب براحتنا، وحد كان روح شمال ولا روح يمين، ولا انت رايح ليه ولا جاي ليه. لا، انت راح تتجوز، انت راح فين؟ انت راح مع البت الفلانية، انت راح جاي مع البت الفلانية، وتبدأ بقى شك، وكل يوم شتاء وكل يوم. فيعني نصيحتي ليكم ان محدش يتجوز غير لما ياخد مراته كاملة. اخرج واتفسح، لانك هتتجوز هيقفل عليك الباب كل يوم بقى فلكت. حتى لو هي مين، لو بتصلي الفرض الفرض، كل يوم هتبقى حلقة، وكل يوم هتبقى مشكلة، وكل يوم هتبقى تحرق زي وحرق الدم. طبعا بجانب الشغل اللي انت تشتغله حاجة مرار. هو حد يغلط الغلطة دي غير لما ياخد مراته كاملة كاملة في الحياة. بعد كده يبقى يفكر، بعد كده هيتجوز ولا يفكر هيتجوز. الجواز حلو وكل حاجة، بس مشاكله كتير اوي، اكتر من انت قاعد لوحدك. انت لو قاعد لوحدك مش مفيش مشكلة، بس انت كل قاعد مع شخص تاني الموضوع كبير صراحة. اللي عايز ياخد التجربة ياخدها، حلال بالطريقة.